كل حاجه. شرف ليا ان انا برضه اول مصريه عربيه يطلق اسم كواكب على اسمها او اسم عائلتها ايا كان، وان هو يكون اسم مصطفى. متعودين ان احنا بنعمل مشروع كل ترم، فبالتالي بدات ان انا افكر ازاي اخلي الناس تسمع عن المشاريع اللي احنا بنشتغلها، وازاي تعرف اكتر عن مدرستنا ونظامها. فاتجهت للمسابقه، اتاهلت من المعرض التمهيدي في دمياط، والمعرض المحلي في بورسعيد، للجمهوري في اسكندريه. والحمد لله كنت محظوظه ان انا واحده من الفريق المصري اللي بيمثل مصر في الولايات المتحده الامريكيه. جالي خبر من وكاله ناسا ان انا في كواكب في الفضاء باسم عيلتي، مصطفى 31910. والفتره يعني حوالي شهر كده وصلت لي الشهاده من ناسا وام اي تي ببيانات الكوكب، وان هو انا عرفت ان هو بين المريخ والمشترى. البحث ممكن نبدا فيه ازاي؟ يعني ناس كتير في مصر عايزين يعملوا ريسيرشرز ويشتغلوا في ريسيرش، حتى لو هم ما يعرفوش ازاي يعملوا ريسيرش، بس هم حابين الحكايه دي. احنا مع مجموعة من الأساتذة اللي هم البورد ممبرز بتوع البيجا اي سي اس بنحاول نشتغل لإقامة بحث علمي، قاعدة بحث علمي قوية في مصر في مجال الأورام لتخفيف من معاناة مرضى السرطان، وإقامة بحث علمي لأن من أقوى المشكلات اللي بتواجه المرضى في مصر عدم وجود قاعدة بحث علمي قوية في مجال السرطان، وعدم مشاركتنا بشكل قوي في مجال أبحاث السرطان في العالم. فتحت معانا مجموعة من أنجح وأكبر الأساتذة في مصر، وكمان ممكن يكون بره مصر كمان في الوطن العربي، بيشتغلوا كلهم في مجموعة عمل قوية جدا بالتعاون مع الجمعية الدولية الأوروبية للأورام والجمعية الأمريكية للأورام لإقامة قاعدة بحث علمي قوية في مصر، سواء عن طريق حاجة اسمها كلينيكال ترايز اللي هي التجارب السريرية، أو في حاجة اسمها كانسر ريجستري اللي هو إقامة قاعدة بيانات لمرضى السرطان، واللي منها ممكن هنطلع آلاف وآلاف من الأبحاث اللي هتساعدنا فيما بعد لاختيار أحسن الأدوية وأحسن العلاجات.